فيكم حلقة جديدة من برنامج الأحزر المشهور. اليوم ضيفتنا ضيفة أنتم تنتظرونها من أول الموسم، مو هاي الموسم، الموسم الأول، لأن ضيفتنا مشغولة بالدراسة، يعني ابتعدت عن اليوتيوب فترة شوي، بس الحين إن شاء الله راجع لكم. خلونا نرحب في ضيف السارة. هاي نشيط، نورتي أول شيء الاستوديو. الله يسعدك والله، الاستوديو منور وأبيض. بدأنا نشيط، قايل لي لا تلبسي أبيض. أنا قلت لك لا تلبسي أبيض، لا تلبسي أبيض عشان ما أندمج مع الخلفية. أنت تخيلي لو لابسة أبيض خلاص اختفيتي. مصيبة. زي الرأس وجه الإيدين بتحركوا. شوفي أنا متحمس لأنك أنت اليوم موجودة ويانا هني في الاستوديو. أنا كثير متحمسة، أنا بحضر الشو من أول سيزون وأول حلقة، وبعدين هاي اللعبة من أنا صغيرة بلعبها، فيعني خاف. سؤال، شنو كانت أحسن حلقة عندك؟ تعرف كلهم كانوا مميزين. كلهم مميزين. كلهم مميزين. حتى تبعت مامي ستايلز. كلهم حلوين. كل واحدة تحسينها مختلفة عن الثانية. أحس الحلو في الموضوع إنه وقت اللي تلعبين اللعبة الحين بتدخلين وياي بالوضع بتحسين بالأكشن. جو الحماس، أجيب العيد ولا ما أجيب العيد. أنا ما أحس كنت بيجيب العيد، أحس أنا اللي بجيب العيد اليوم. والله أنا خايفة. اليوم في عندك الأكشن، لاحظتي عندنا ناس من الأردن، من دبي. هاي اسمع، أصعب من العادية. والله العادية كان في كثير أشياء مثلا من دبي، هلأ لا في. لا أنا قلت أنت جاية لنا من الأردن إلى دبي، فهاي وحط لك شخص صحيح مميز بنتكلم عنه بعد شوي. بس توعدين إن ترجعين اليوتيوب؟ وعد خلاص. وعد خلاص. أصلاً راجع خلاص. راجع. إيه شنو بيكون المحتوى؟ حيشوفوا إشي. هلا ما حيشوفوا إشي بعيد عن سارة زي أول، بس حيشوفوا إشي كواليتي أعلى. كواليتي أعلى. يا سلام. وهيك إله قصة وقيمة. أحس الحلو في الموضوع إن أنتوا في الأردن تتعاونوا ويا بعض، تسوون أشياء ويا بعض. كثير بحب هذا الإشي عن جد. أنا كثير أنا بدعم بالسوشيال ميديا إنه دائما نضل نصور مع بعض، تشتغلون ويا بعض. يعني أنت البرنامج تبعك قديه هيك بتحسه حلو، وهو لسه يعني اللي بيضيف عليه أكثر إنك عم تتعاون مع ناس وعم تشوف ناس وتلعبوا مع بعض جيم، فأنا بحب هالأشياء. هاي الشيء الحلو. خليني أعيد وياك القوانين بس يلا. بسرعة. ما نقدر نعيد الأسئلة. أوكي. ما في تكرار للأسئلة، سواء كان إذا سألتيني سؤال هل هم أولاد، أنا ممكن أعيد السؤال عليك هل هم بنات. أوكي. فنقدر نغير السؤال من ناحيته. إذا أنت ربحتي، أوكي. 2000 درهم حقك. إذا أنا ربحت. وأنت ربح. 1000 درهم حق المتابعين. والله. يس. يعني متابعين بياخذوا. طب أنا إذا بدي أربح متابعين بتموت. متابعين. إذا ودكم تربحون معنا علقوا الحين، اشتركوا في القناة، قناة سارة موجودة بعد في صندوق الوصف، اشتركوا فيها، تابعوها، واكتبوا لي تحت شنو رأيكم في الحلقة، واكتبوا لي من ودكم يكون ويانا في الحلقة الجاية من البرنامج. أكيد. لكن. يا. الشيء الأهم. آه. اللي هاي يخربط كل العالم. عندك أما تسألين أو تحزرين. السؤال هو أو الحزرة خلينا نقول هم يعتبرون شيء واحد. ففي كل مرحلة من اللعبة تقدرين أما تسأليني سؤال مثلاً هل هم أولاد، أو تسأليني هل هو يا هل هي سارة، هل هي أحمد. حلو. أوكي. وبدل من أول مرة أسأل. من أول مرة. أوكي. ما أعرف في أي حلقة، أعتقد ثالث سؤال أحد حزر. يس. بس أنا ما بخاطر، بخاف. بس إذا خاطرتي تضيعتي عليك سؤال. صح. ما بقول لك هاي مخاطرة مش سهلة. اليوم عندنا 3 جولات. أوكي. أوكي. خلينا نشوف مين راح تختارين في الجولة الأولى. اوكي انا بدي اختار، انا موجوده. انت موجوده اكيد. اكيد عندي لكل شخص اكثر من صوره، فكنت بحط لك صوره ثانيه. حسيت هاي الصوره مش مبينه فيها انا، بس مبينه فيها ايدي عشان لما تسالوا عن الايدي انا بعرفكم. انا على لا لا لا، هي شايفه 28 حلقه يعني ساره بتفوزين خلاص. انا احس ان ساره اليوم بتربح يعني. اوكي. لا عرفت شو بدي اختار. عرفتي من تختارين؟ يا باخده. اوكي بحطه عندي. يس. تنانانانا. لانك انتي ضيفتنا. اوكي انتي تبدأين بالسؤال الاول. اول سؤال لي. اول سؤال. او ماي جاد، توتر. اوكي. هل يا نشيط الشخص اللي اخترته الناس حسبوا يسكن في دبي؟ يسكن في دبي. يسكن في دبي. يسكن في دبي. سكنة. اوكي. فانت الحين قاعدة تنزلين شنو؟ اللي ما بسكن في دبي. صح عليها، يعني عارفة. حلقة اسلام وبرهوم.
اسلام كان ينزل عكس الموضوع، يسالني هل هم ساكنين في دبي، ينزل اللي مش ساكنين في دبي. دبي مصيبه هاي، انا كنت اشوف الطم انا مش والله لا اسمع احنا اللي بنحضر الشو بكون نفسنا نفوت انه نغير انه لا اقول لك بتكون انتم مش عارفين على القصه شو بيصير وزين مصايب. اوكي احلى حلقه سويتها حلقتي مع غيث. لا انا فاهم اللعبه ولا هو فاهم اللعبه، هو يجيب فيني العين ولا اجيب فيه العين. اوكي 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 اها يسكن في دبي. يسكن في دبي. انا هذا ما بدي اخليه. احس يمكن اللي اخترتيه هو اللي صح، يمكن هو اللي ما اللي انا اخترته. بس بضل عندي هون. بضل عندي. فما في داعي، خلص انا حافظ الاشياء لا تخاف علي. اوكي. يلا. هل المشهور اللي اخترتيه هو ولد؟ نعم. اوكي ننزل البنات. لا انت ولد والله. ولد. لا نزلنا كل العالم. أوكي. يا حبيبي شفت شلون الحين نجيب العيد. هذا اكثر شيء بخاف منه. اسمع كلهم اقلبهم هيك مره واحده. مره واحده. اوكي ورجع. لا بس واحد اللي احس والله يمكن يغفل عن راح عن بالك حدا. تخيلي انا اللي طاح تخسر الراوند. ولد. اوكي اوكي. اخ يا نشيط استنى خلينا هالمره متعادلين الاولاد والبنات يعني. حبيت لا ما بيصير في انحياز لل صح. بعدين بتصير ما بدي اختار اولاد ولا بدي اختار بالضبط هاي اللي لاحظتها. اوكي هل بالخلفيه للصوره اوكي في لون داكن؟ يس في لون داكن. في لون داكن. وي 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 لون داكن. انا بحكي اسود كحلي الوان داكنه. يس اوكي بوم برارا جم كاتا سي كوكو ما لا لا ما. لا بقى عليها 1 2 3 4 5 ما اوكي 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 يا نشيط يلا. هل يقدم محتوى انتقاد؟ لا. فش غير اثنين يا نشيد. انت حبيت حسيتني توقعت اني اختار حدا. اوكي اوكي اعتبر انا ما اعرف اذا اعتبر احمد الحين وقف يقدم انتقاد بس كان اول ينتقد. بس لا اسمع بدي اساعدك انه لا اول ولا الان خلاص احمد ما ينتقد خلاص. اوكي حرام يعني. اوكي صعب باقي ناس كثار. هل هذا المشهور او المشهوره يس عنده اكثر من سبلينج يعني اخ او اخت في السوشيال ميديا؟ يس اكثر. بس انا لما اقصد في السوشيال ميديا يعني يعني بينزل يوتيوب وبينزل هم في السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا ما بصير تحكي عادي. ممكن انا بشارك في السوشيال ميديا بس بدي اسال نو استنى بس اعطيك بس اخر شيء. باقي عندك ثلاثه. انا باقي عندي حتى لو بس بدي اتاكد اكثر من اكثر من حدا بس انه بينزل مش انه مش متواجد كثير بينزل. اذا احد منهم مو متواجد ما بعرف خلص سكن ما بدي. لا انا احسك عرفتي لكن انا راضيه بهذا. راضيه. يلا دورك. هل مشهور لابس اسود في الصوره؟ لا. يا الله انا في ببالي حدا بس انا كثير متوتر اني اسال. احسك عرفتي من. لا استنى ما اعرفه. اوكي هل الشخص اللي بالصوره عنده غره بانجز في الصوره؟ بانجز يعني هدول اللي هيك نازلين على الوجه. بس عشان اتاكد من الشيء. ها انا اعرف انت من تقصدين فبس ابي اتاكد من شيء. ما ابي اجيب العيد معك. انا مش طالع خلص اهلي غا اللي قدامك في بانكس. اللي قدامي مش بانكس هو اوكي مش بانكس اي ثينك انا عرفت. انت بتنزلين بنين
لا بس اي ثينك انا عرفت. عرفتي من؟ بدي احكي الاسم. لا ما تقدر تحكينا لسه. ما انا عرفت خلص انا اخذت سؤالي. بس انت تحزري رسالتك اما تحزرين او هاي سو انا سالت هلا صار عندي اسم واحد بس استنى لدوري يعني لدورك يا. اوكي يلا بس انا احس علشان اكون صريح معك بس مش غره بس الشعر على الوجه ما انا عارفه أوكي. انا عارفه انك بدك تحكي خلص انا عارفه لا تخاف علي يا نشيط شوفي لازم احذر أوكي. بس اللي باقي عندي خمسة اثنين مش في دبي اثنين مش في دبي ثلاثة في دبي بحس تحزر لا ما بدي أساعدك لا تحزر أو بحزر عادي أنا منيحة مع الكل أنت منيحة؟ حتى مع أعدائي في اللعبة يا سلام أنا صرت العريو أوكي يلا أنا شاك بين اثنين أوكي لا بس لازم واحد تختار ايه انا شاك بين اثنين اوكي بس علشان ما في احد انت قاعد تشوفين انه ما في احد يغش ما في حدا يغش لا طبعا ما في حدا يغش بس لانه لو حذرت الحين صح ما بتصير الطم اذا بتغشش اوكي انا اتوقع لان احس الا اذا طلع مستحيل استنى اوب قلبي جي 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 مستحيل مستحيل اخترتي انا؟ قولي والله اسمع لا انت والله انت تعرفي انا شاك بين اثنين نو واي انا اللي بقوا عندي كلهم نشيط كيف؟ بس انت عرفتي من صح؟ يس نارين 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 يا الله انا اعطيتك انا قلت لك تبين تحذرين انا من البدايه قاعد اعطيك وانا قاعد اقول لك عندها اثنين ما ينزلوا في السوشيال ميديا جلال و لا جلال بينزل هلا جلال الحين عنده برنامج بس انه قبلها كان ينزل بس في وحده ما تنزل على اليوتيوب ثنتين ما ينزلوا على اليوتيوب لا بينزلوا لا شيرين اخر مره نزلت على اليوتيوب بس حتى لو ذا يوتيوبرز قصدي بس قبل 6 اشهر انا لي جنتين بعتبر حالي يوتيوبر انت يوتيوبر بس انا لهي السبب يوم قلتي لي بنزل كان قصدي انه اكتف يا فهو مش اكتف على اليوتيوب بس قلت لك اكتف على السوشيال ميديا فانا حاولت او ماي جاد كيف اسمع انا بس عندي سؤال كيف من بين كل هدول قررت انه ممكن ومن بين الاثنين والله مرعب انا صراحه توقعت ان جبت العيد انا قلت يمكن اخترتي شيرو فيصير انا اخترت نارين وانت اخترتي شيرو الجوله الاولى ربحت بس انت كنت قريبه من الفوز انا مش قريب انا الفوز شايفته فاهم وانت بس الحين عرفتك عندك جولتين هلا ما اخترتي يعني هلا صرت عارفه انه التحذير احيانا قد يكون افضل من انك انا قاعد اقول لك طول الجوله الاولى احذري 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 اوكي في هاد؟ في هاي الشيء صح؟ شو هاي؟ اوكي عندنا ارقام اوكي عندنا رقم 1 2 3 4 5 6 7 فانت عندك هذا واحد يس لا 7 ست... لا 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 6 هاي 7 صح اوكي ف راح نختار الحين رقم الرقم اللي راح نختاره هو الشخص اللي بنختاره اوكي انا اختار؟ انت اختاري دائما الي لا والله يا نشيط لا والله خليني اخي نقرب عليك يلا مش مشكله اختاري اني ولا يس ارمي لي في واحد ثالث لمي احمد اوكي واحد اثنين بو ويا يعني نسبة اسمع روح خذها اي واحدة فيهم هذه؟ اتوقع هذه يلا مش مشكلة طيحت معاها خمسة مشاهير طيحت معاها كل شيء رقم 11 رقم يس 4 4 اوكي انت رقم 4 اوكي وانا رقم 11 6 اوكي انا علي يعني 7 8 9 10 11 رقم 11 يلا اوكي ما راح اسال انا اول مره انت راح تسالين ف كمان ما نكرر الاسئله اوكي ما نكرر الاسئله اوكي تبين اصعب الموضوع او نسهل الموضوع تقدر تلعبي لعبة التوقعات تسألين عن المحتوى تسألين عن الأشياء فتقدرين تصعبين بحب أنا بحب تصعب
اوكي خلاص. صعب الصعب السهل. وانا بكون صعب بعد في الموضوع. ما راح اسال اسئله ذكيه. اوكي. لا شوف الصعب الحلو. صعب الحلو؟ ما أوكي. بدنا صعب الممل كمان. صعب شيء حلو. اوكي 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 اوكي. حماس. حاب اقول ان عندنا كارول هنا، انا حطيت كارول في هاي الحلقه. كارول ما كانت موجوده ويانا بالحلقات الثانيه لما انت طلعتي مع كارول. مع كارول فحطيتها بس على شارك. شايفتها. اوكي. خلص انت هلا عرفت انك اخترت كارول. خلاص عرفت راح اسال. جرب اسال. هل انت؟ لا لا لا. اوكي. ممكن انا اخترت كارول. ممكن. بيتخيل. اوكي. يلا نشيط يا نشيط. الصورة فيها لون بينك. الصورة فيها لون بينك. يس. والله مو انا قصدي، مو قصدي. طب يعني انا سبحان الله. هو البنات كلهم يلبسون بينك، انا شو اسوي؟ بس مو شرط لبس عادي، حتى لا صورة فيها بينك يعني قد تكون خلفية يا نشيط. لا انا قلت لك فيها بينك. فيها بينك. استنى بدي اتاكد انا عم بنزق. هاي فيها بينك. تخيل يكون الشجرة مثلاً عليها وردة بينك. نشيط والله. أنت قلت الصورة فيها بينك ولا؟ فيها. خلاص أنا مش حمرة تعتبر لي إياها بينك؟ والله. أنت ما حددتي، لازم تلعبين معي بالتحديد. لا 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 لا. تبين أسهل الموضوع؟ ما في حمرة. ما في حمرة؟ مو حمرة بينك. أنا عندي عمى ألوان، ما أعرف حمرة البنات كلها. لا مش بتقول لي كلهم بينك، بزعل. استنى هاي شو هاي؟ لا والله الحمرة ما دخل. اوكي. بينك واضح. نزلت كثار. هذا احمر باي ذا واي، مش تفكر شماغنا الاردني بينك. بزعل. خلص. اوكي. This is sky and it's baby pink. اوكي يلا. هل المشهور اللي اخترتيه متزوج؟ لا. مش متزوج. اوكي. انت متزوج. متزوجة، متزوج، 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 متزوج. الباقي لا. يلا. طب أنا بدي أسأل سؤال. يلا. هل اللي قال لي المشهور اللي أنت مختاره من وراء الورقة اللي أخذتها اللي سحبت الرقم تبعها، هذا الشخص؟ يس. أو الشخصة؟ الشخصة. مرتبطين على بارتباط رسمي؟ بالارتباط الرسمي؟ لا لا. وبلكي مش بالارتباط الرسمي. مش بالرسمي. لا بس لا هو مرتبط. تمام نشيط. تمام بقى عندي كرم. شنو هالجولة اللي خلصت بسرعة؟ شوف هلا انا بعديها ممكن ابلش اتحسر صراحة. انا التحذير عجبني. عجبك التحذير؟ اوكي. هل المشهور اللي اخترتيه عايش في الأردن؟ نزل الدبي. نزل ما شاء الله ما شاء الله. لا انا شتك امي. انت عندك هاي. انا انت خمسة وانا أربعة. استنى لا ما أنا لازم احسبهم خمسة. يس. اوكي انا ناسي. انت ناسي. انت ستة لكان. اوكي تمام. قلبي الصغير لا يتحمل. احسك عرفتي من اللي اخترناه. لا خلينا نشوف. شوف لو انا عارفه انه انت اللي اخترته بقدر احزن. يس. بس لانه مو انت، لانه الورقه، فانا شو بدي اعرف ليش الورقه طلع فيها. فاهم علي؟ لا لسه. انت شاكه في احد؟ اه خلينا نشوف شكك. حط ايدك عليه. عندي ايدي. شوفي ما في احد. اوكي بس حط ايدك بس علشان في الادب يبين من توقعك. حط اللي تتوقع. انت رقم شو اللي طلع معك؟ 11. الحين قاعده ترجع بالذاكره الى الذاكره الفوتوغرافيه. الفوتوغرافيه. استنى سؤال اخير بعدين بحذر. لا 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 ما قاعد اقول لك احذري، بس اشرع عليه. بس انه اوكي انا كثير حاسه انه اوكي بس انا شكلي مش نشيط فما راح. انا اتوقع اللي انا اتوقع. هاي احذري. انا بحذر. عندنا تقريبا عدد. بلكي فزت. عادي عادي. شو يعني؟ واحد اثنين ثلاث. لين. صح صح. انت Ha ha ha!
كمان صح؟ انت صح؟ 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 انا اللي باقي عندي لانه ثلاث بنات وشابين، وانت قلتي مش شمال فشلت عمر. اوكي، وقلت مستحيل يكون وسام لانه اذا كانوا في ثلاث بنات فحطيت بينهم، وانت قلتي نزلتي مش لابسه بينك، فانت انا كنت عارف ان انت من البدايه الحين. اخ قلت بس مش لابسه، حذرتي يعني. يعني والله يا جماعه ما بعرف ليه بتحس انه هذا الشخص، يعني بتحس انه اللي قدامي عم بيشوف هذه الصوره، ما بعرف، غريب الشعور. بس حلو، حبيت. حبيتي؟ اوكي. الحين عندنا من واحد الى اخر رقم. اوكي. سو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. فتختارين لي من رقم 1 الى 24. وانا اختار لك من رقم 1 ل 24. انا بختار لك الرقم. يس. اوكي. اعطيني رقم، اي شو رقمك المفضل؟ 14. اختار 14. انا كنت راح اعطيك اياه اصلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اوكي. 22. طب غنوا له هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو يو. خلص بكفي. بس هابي بيرثدي تو يو. خلص. هي هابي بيرثدي تو يو، طلعت عيد ونغمه وهيك، نختصر علينا. شكرا شكرا على هاي. والله يا لطيف انه انت يعني مبدع. 22. 22. يعني 24 هي هاي المفروض. اخر واحدة. يس. اوكي. 23. 24 23 22. يس. باخده؟ عادي اخلي. بحس هذا بيجيب بخليك تفوز اصلا، ما بعرف. انت الحين ربحتي قبل شوي. ايه؟ انت اللي ربحتي قبل شوي. حتى لو بس انا لاني تبعت تكنيك التحذير. تكنيك التحذير عن تجربة خاصة يا جماعة. خلاص شكله من بعد كل الناس بيحذرون. والله. اوكي. بعد هالجولة انت ابدأي. برضو لا انا حابة انت تبدأ. انا ابدأ؟ اوكي. هل هذا المشهور فيديوهات تضحكك؟ بلكي انا مثلا هذا المفروض كوميدي بس ما بيضحكني. فيديوهات تضحكني، استنى خليني اتذكر هل عمري ضحكت على هذا الشخص. طب بلكي بيعمل اشي طبيعي عادي اكسنور بس انا بضحك عليه. تشيز لك تعتبرني متنمرة. اوكي لا استنى خليني هل تشوفي فيديوهاته مضحكة؟ كوميدي؟ بضحكني. يضحكك. اوكي. المفروض لا. المفروض لا. المفروض انت شايفين كمية الثقة في التنزيل. المفروض لا. المفروض لا. المفروض لا. المفروض لا. المفروض لا 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 لا. المفروض المفروض لا. هل انت تضحكين نفسك؟ جوز جوز هيك بعد على البداية بضحك حالي. ما بضحك حالي. أوكي. ليه ما تعتقد؟ انا ما اعتقد انه يضحكونك، اعتقد تحبينهم. في فرق بين هاي. شوف انا يا جبت العيد يا جبت العيد يا جبت العيد، ما فيش غير خيار غير انك جبت العيد. ما يضحكك. اوكي. هل في لون ازرق في الصوره؟ ايه. لا 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 عرفت من اللي في لون ازرق في الصوره. انا عرفت لي لون ازرق 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 رش رش. شوفي احذر ونلعب جولة ثانية اذا حابب. احذر. لا 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 اذا مو حابب. لا لا انا وياك مختارين نفس الشخص. لا انا حاسة انه لا. لا؟ لا بنفس الوقت. اوكي. يعني ما تكون ثقتك كثير. وشنو الصدفة انه يطلع؟ يعني انا اخترت رقم وانت اخترتي رقم. اوكي. ما احنا عملنا تخليدات. اوكي. هل المشهور اللي اخترتيه حضرنا عرسه؟ حضرنا عرسه؟ انا وياك حضرنا عرسه؟ لا ما حضرنا عرسه. لانه مو متزوج، اوكي عجل عرفت. لانه مو متزوج. يس. لا
هو مو بس اوكي طيب ماشي ما هو متزوج ما حضر لا ما حضرنا عرسه لا 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 احنا حضرنا لا ما حضرنا عرسه تمام هل المشهور يا احمد المصير عنده اخوان في السوشيال ميديا لا لا انا واثق لا عنده اخوان في السوشيال ميديا ما عنده اخوان في السوشيال ميديا ما عنده اخوان في السوشيال ميديا عندي اخوان في السوشيال ميديا ما برضو يطلعوا يعني عنده اخوان في السوشيال ميديا المشكله انا قاعد انزع توقعاتي يعني انا انت تسالي اسئله صح والله طلع عندي صد معي ايه انا قاعد اتوقع يعني زين هل المشهور اللي اخترتيه نزل بوست او فيديو اتكلم انه هو اخذ جواز ايش انا عارف شو لا ما نزل او لا استنى مش عارفة انزل ولا لا استنى نشيط اخذ جواز ثاني اللي انت مفكره لا أوكي. الجواز الثاني اللي انت مفكره لا يعني مو وسع لا أوكي. لا 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 اوكي ما أوكي. لا ما نزل بلا لا عجل انا ما اخترت نفس الشخص اللي تختفي انا بعرف معناته انا بس انا عارفة مين الشخص اللي انت اخترته فهلا اجى الدور عليك فهلا انا اللي بسأل يعني نشيط انت اعطيتني جواب اعطيتك الجواب خلاص هل الشخص لا ليش هل الشخص هو احلى شيء تكون عامل فيه مقلب وما يطلع انا عامل لك مقلب عامل مقلب لا هل الشخص هو وسام قطب يس اوكي معك مجال تحذر نتعادل يلا نتعادل هو يضحكك يضحك نعم لا ومش متزوج مو متزوج مش متزوج ويضحكني وشو كمان سألتني أسئلة خليني أذكرك ما حضرنا عرسه لا ما حضرنا عرسه يعني مش متزوج مو متزوج لابس أزرق لا أنا ما حكيت لابس أزرق لا أنت سألتي أزرق سو أنا خلينا نشوف من اللي نزلته وجبت العيد فيه مش شيرين اساعدك يا نشيط ولا ما اساعدك تبين تساعديني بكل سؤال انت سالته في زي شيء له علاقه بهذا الشخص انت سالته مثلا مش متزوج في شيء علاقه له علاقه بهذا الشخص يضحكني كمان كثير يعني قريب السؤال حاول يلا روزا لا لان انا تعرفين ليش متزوج ساعدت في زواج صح هي ساعدت بزواج لا له علاقه انه يعني بحضر العرس مش بالزواج حضور العرس له علاقه بحضور العرس لها علاقه بحضور العرس لا مرهوم مش دائما بيحضر العرس ضل يرقص ماما مبسوطه اني انا ماما مكيفه اني فزت هي شوي ذكيه انا شو اسوي انت تعرفين انا صراحه ما مستحيل كنت اتوقع ان برهوم كيفك يا برهوم سلام سلم على يعني برهوم خسرتني برهوم بعطيك بلوك الحين عقب الحلقه وسام بعد بعطيك اسحب عنه التوثيق انت والتوثيق الازرق من عقب وسام وهاي الصوره الكل توثق خلاص احس الكل جد خلاص بطل التوثيق زي اول خلاص بس انا توثقت من ايام الجيل القديم لا بس تعرفين شنو الفرق الحين اذا تدخلين على احد من حسابه تشوفين اي تاريخ توثق فيصير الفرق واو اذا تدخل على التاريخ بس اعتقد انه بيفرقون نفس تويتر تويتر لنا في صار. ذهبي وفي هاي يا ريت يصير لونه ذهبي تخيلي احلى بدل الازرق ثاني حفله ما بيبقى لونات زرقاء جولد ذهبي والله يا نصيب انستغرام عطونا الذهبي يلا يلا نستنى زي درع اليوتيوب ذهبي مثلا ترد يعطونا خيوط
جيت اكثر واحد متفاعل على ثريدز انت. تعرفين ليش؟ ليه؟ والله والله كان حلو. كان حلو. بس المشكله الحين احس ما في تفاعل يعني. انا شطبته. الابلكيشن شطبته. ما يسمعونك مثلا غير انا نزل الابلكيشن لحد اليوم بس لليوم انا بس بتابع نشيط وثريداته ثريداتي هاي الحلقه بتنزل على ثريد بتشوفونها هنا ساره والله كنتي ضيفه خفيفه لطيفه يعني استمتعت وياك انا عرفت شنو هاي شطاره الامتحانات مش بدرس على الفاضي يا جماعه أنا. البنت راجعت في الحلقات دروسي. قبل ما اجي امس قاعده في الفندق قاعده اطلع الحلقات تقول شنو اسال هالسؤال اسمع اول ما قعدت اقول لك اول ما قعدت حصت الصور كلهم يا سلام شو المميزات اللي فيهم يا عيني كل الشخصيات الموجودين انا قلت يلا بسم الله خايف ارجي نشيط انا قلت لكم انا خايف منها في هالحلقه اكتبوا لي تحت من ودكم يكون ويانا في الحلقه الجايه شكرا ساره ويلا نشوفك الحين ترجعين برجع على يوتيوب هاي اول رجعه لي يا رب يا رب يا رب شكرا ونشوفكم في حلقه ثانيه باي باي باي